ما أشبه اليوم بالبارحة، هي سنة الله في انقلاب الأضداد وانتزاع الملك وإعطائه. لم يكن يتوقع هذا المشهد أشد المتفائلين من طالبان ولا أكثر الحانقين عليها. أيام قلائل كانت كفيلة بأن تقف أمريكا على أصابعها وهي تشاهد طالبان تزحف من مدينة إلى أخرى وتبسط سلطانها في سهول أفغانستان وجبالها، من هناك حيث انطلقت قبل نحو 27 سنة. سريعا تهاوت الولايات الأفغانية تباعا بيد مقاتلي طالبان من غزني إلى قندهار وبكتية وهيرات حتى طرقت أبواب كابول بانتظار تسليمها دون قتال. لم تسعف الولايات المتحدة الرئيس الأفغاني أشرف غني في تدارك الموقف، فالرجل أعلن غير مرة التعبئة العامة والتحشيد وحتى تسليح السكان، ولكن دون جدوى. الجميع يفر، حتى عتاة جنرالات الحرب لم يجدوا لهم مكانا على المنافذ الحدودية هربا من المعارك. فترة قليلة كانت كافية لانهيار التجربة الأمريكية هناك، 20 عاما من الحرب المستمرة والدعم المتواصل للسلطة الحاكمة بمليارات الدولارات وترسانة الأسلحة العملاقة. كل ذلك فشل أمام أول اختبار حقيقي بغياب الأمريكيين. ما يحدث في أفغانستان يثبت حقيقة غائبة تتلخص بمقدرة الشعوب على التخلص من الاحتلال والتبعية إن صدق منها العزم، وتؤكد أن القادم من وراء البحار بتفوقه العسكري الكبير لا يمكنه الصمود طويلا عندما يقف أمامه البشر والحجر. الصور القادمة من مدن أفغانستان ومشاهد احتفال الأفغان بطالبان تشير إلى أن الحركة لم تكن وحدها في ساحة المعركة، بل كان خلفها شعب متعب عانى الأمرين من الاحتلالات المتعاقبة، لكنه حافظ على ميزته البارزة: دفن الإمبراطوريات.